بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفقنا وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى في فقه السادة الشافعية. ونحن بدأنا في هذا الكتاب منذ حوالي 3 سنوات علشان نوصل للنهاردة. كل اللي فات كان تحضير عشان توصل كيف تصلي. النهاردة بقى هنخش في الصلاة، أركان الصلاة. كل بقى لنا 3 سنين ندرس الطهارة والآنية والحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة وشروط وجوب الصلاة وتفاصيل كثيرة بقى لنا فيها 3 سنوات عشان نوصل النهاردة للهام، وهي الصلاة، عماد الدين، كيف تصلي حتى تكون صلاتك صحيحة. فاليوم فصل في أركان الصلاة، فصل في أركان الصلاة. وتقدم معنى الصلاة لغة وشرعا قبل كده، قالهم في الأول خالص قبل إيه مواقيت الصلاة. وإحنا قلنا الصلاة لغة هي الدعاء، وشرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، مش كده؟ ده تعريف الإمام الرافعي، ليها تعريفات كثيرة بس تعريف الإمام الرافعي وهنمشي عليه. وكان في اعتراضات على التعريف وناقشنا الاعتراضات، كل هذا تم والحمد لله. وأركان الصلاة 18 ركنا، أحدها النية، وهي قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب. فإن كانت الصلاة فردا وجب نية الفرضية وقصد فعلها وتعيينها من صبح أو ظهر مثلا، أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة، يعني سنة صبح قبلية، سنة ظهر قبلية، يعني متعلقة بوقت، أو ذات سبب كالاستسقاء أو العيد، وجب قصد فعله وتعيينه لا نية النفلية مطلقا. والثاني القيام مع القدرة، أي مع القدرة على القيام، فإن عجز عن القيام قعد كيف شاء وقعوده مفترشا أفضل. والثالث تكبيرة الإحرام، هنقف على الثالث النهاردة، هناخد النية والقيام مع القدرة، أول ركنين من أركان الصلاة. يقول في الشرح في الحاشية: فصل في أركان الصلاة أي وسننها وسنن الصلاة. ففيه اكتفاء على حد قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر. طب والبرد؟ سكت اكتفاء بالحر، يعني الحر والبرد. أي والبرد. فالمصنف تكلم في هذا الفصل على الأركان، وإن كان في العنوان الأركان وتكلم على الأركان والسنن، يعني كأنه قال فصل في أركان الصلاة وسننها، سواء كانت تجبر بالسجود، سواء كانت هذه السنن تجبر بالسجود، لأن سنن الصلاة بنقسمها إلى أبعاد وهيئات. الأبعاد تجبر بالسجود السهو، والهيئات إذا فاتتك لا تسجد لها لسه. والأبعاد إحنا قلناهم قبل كده 4 حاجات اللي هما تجبرهم بسجود السهو، اللي هو القنوت لصلاة الصبح بعد الرفع من الركوع جهرا والقيام له، والقيام له، يبقى القنوت والقيام له، والجلوس للتشهد الأوسط، واخد بالك، والتشهد الأوسط نفسه كويس، ونضيف للصلاة على النبي فيه على مذهبنا. يبقى دي 4 حاجات لما تفوتك ما ترد، ما ترجع لهاش، لكن تسجد لها لسه، يسموها سنن وهي أبعاد. الهيئات بقى كثيرة، لو فاتتك ما تسجدش لسه، زي قراءة سورة بعد الفاتحة، لو نسيت وقرأت الفاتحة وركعت في الأولى أو الثانية ما يدورش ولا تسجد لسه، بس فاتك فضيلتك. لو لم تسبح التسبيحات في الركوع لكن اطمأنيت
لا يضر، لا تسجد للسهو كذلك. تكبيرات الانتقالية ما قلتهاش، دي لا تسجد لها للسهو. جهرت في موضع السر أو أسررت في موضع الجهر، لا يضر ولا تسجد لها للسهو. يبقى في سنن كثيرة يسموها هيئات لا تسجد لها للسهو. لم تضع يدك اليمنى على اليسر في أثناء القيام، نزلت إيدك كده، ما تسجدش للسهو، وهكذا. يبقى في أشياء كثيرة سنن في الصلاة لو لم تفعلها لا تجبر بشيء، لكن يسقط تسقط والصلاة صحيحة، ولكن إيه ثواب فعلها ما خدتوش بس. والأركان إحنا قلنا لابد إنك تعملها بمجرد تذكرها، ما فيش حاجة اسمها يجبرها تسهو. الركن اللي إحنا هنقراه لابد من عمل الركن، حتى لو نسيت الركن ترجع تعمله تاني وتسجد للسهو طالما تغير عن موضعه. فهنا بيتكلم، ايوه عندنا التشهد الاوسط ينتهي بالصلاه على النبي، فلو لم يصلي على النبي فيه يسجد للسهو لانه ما كملوش. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، دون الآن ويقوم، يبقى كده خلص التشهد الاوسط. الشافعيه كده طالما النبي ذكر يبقى ذكر اللي جاي يصلي عليه، مفيش حاجه اسمها تقول اشهد ان محمد رسول الله وتسكت، لازم تصلي عليه. ده بقى طالما جبت سيرته هي لازم تصلي عليه، مش كده برضو؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال البخيل الذي اذا ذكرت عنده ولم يصلي عليك. البخل حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى ذكر النبي وعدم الصلاة عليه بعد ذكر حرام. شفت قد ايه؟ فالامام الشافعي قال يبقى على الاقل نحطها في الصلاة، على الاقل نحطها في الصلاة. ده البخل حرام، لا يدخل الجنة بخيل، مش كده برضه؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بخل حرام طبعا قطعا، من الكبائر وأحيانا يكون من الصغائر، بس هو حرام في كل الأحوال. إذا كنت بخيل في الحاجات الضروريات يبقى بخل حرام من الكبائر، إذا كنت بخيل في الحاجيات، الحاجيات اللي هي ما زاد عن الضروريات يعني، فهمت ازاي؟ غير التحسينيات بقى اللي هي الرفاهيات. فاذا كنت بخيل في الحاجيات مش الضروريات تبقى حرام صغائر برضه، عشان مضيق على عيشة الناس اللي حواليك، طهقانين منك يا رب يموت نورثه بقى، فهمت ازاي؟ يبقى حرام من الصغائر. انما لو كنت بخيل بقى في الرفاهيات يبقى يعني فيها سوء عشرة يعني، لكنها ممكن تمشي، لأن ممكن نقول يمكن هو مش عايز يصرف في الموضوع ده، مش عايز يغير عربيته علشان مثلا عايز يبني، عايز يشتري حاجة تانية، عايز يخش في مشروع تجاري. تقول ماله راكب عربية سنكوحة كده ليه وراجل يعني ما شاء الله معاه، يمكن هو وجهة نظره حاجة تانية، تقدرش تقول عليه بخيل بقى. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى على درجة البخل. العيال جعانين، مام يا بابا مش جايب لهم مام، يبقى حرام من الكبائر، مش كده برضه؟ جاب لهم المام بس كل يوم نفس النوع، لما هل طهقوا نفسهم يغيروا شوي، يبقى بخيل حرام برضه بس مش صغائر، لان العيال مش هتموت يعني، هياكلوا كل يوم فول وطعميه ما يجريش حاجه، يعيشوا برضه. خايف عليهم من انفلونزا الطيور، ما صدق هو انفلونزا الطيور اللي خليته ما يجيبش لحمه، فجات له على الطبطاب. مثلا يقول لك الحمد لله، هو عامل حسابه ما قبل ما تظهر اصلا من عده سنوات. ايوه احنا نظامنا كده، احنا قلناها من زمان يعني، تقول اشهد ان لا اله الا الله، ما فيش واحد يسمع سيدنا محمد الا ويصلي عليه عشان تبقى شعيره الاسلام، مش كده برضه؟ فانت قلت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، مش ذكر محمد اهو، يبقى تقول اللهم صل على سيدنا محمد وتروح قايل، يبقى كده خلص التشهد الاوسط. سواء كانت تجبر بالسجود وهي الأبعاد أو لا تجبر وهي الهيئات. وتقدم الكلام على شروط الوجوب، يعني شروط وجوب الصلاة وشروط صحة الصلاة وخلصناها. وبالجملة فالمقصود بهذا الفصل بيان أركان الصلاة التي تتركب منها حقيقتها وما يتبعها. يبقى الأركان هو جزء الشيء المكون لهويته المحقق لماهيته، تعريفه كده عند الإيه؟ المناطق. جزء الشيء المكون لهويته المحقق لإيه؟ لحقيقته. زي الراس منك، الراس دي جزءك، مش كده؟ الجزء منك،
ده جزءك. لكن الضفر ما يفرقش، واحد ضفره اتشال ما اتشالش برضه هو اسمه سعادة البيه برضه فلان الفلان، ما يتغيرش كتير، لأن الضفر ده حاجة زائدة يعني زينة. لكن إنما واحد شاله دماغه خلاص خلص، ما بقاش فيه بني آدم، مش كده؟ فيبقى جزء الشيء المكون للشيء نفسه والضروري جدا لبقاء هذا الشيء، واخد بالك؟ يبقى اسمه ركن. فعلشان كده أركان الصلاة اللي هي لابد تبقى موجودة، أي واحد فيها مش موجود تبقى مفيش صلاة، يبقى كأنه ما دخلش في الصلاة أصلا. قوله وتقدم معنى الصلاة لغة وشرعا، اللي احنا قلناه الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قوله أركان الصلاة أي أجزاؤها التي تتركب منها حقيقتها، وإنما عبر هنا بالأركان، وفي الوضوء الفروض الوضوء، ما قالش أركان الوضوء، خد بالك. مع إن الفرض برضو والركن تعرفهم واحد، بس في الصلاة يجي يقول لك أركان ويجي في الوضوء يقول لك فروض الوضوء، طب ليه؟ خد بالك الفقهاء عندهم دقة في اختيار الألفاظ. وإنما عبر هنا بالأركان وفي الوضوء بالفروض إشارة إلى أنه لا يجوز تفريق أفعال الصلاة بخلاف الوضوء، ممكن الفروض تعملها متفرقة. يعني الوضوء إحنا عندنا الموالاة سنة، مش كده برضو؟ يعني ممكن أغسل وجهي وأروح أرد على التليفون وأتكلم مكالمة طويلة شوية، وبعد كده أروح راجع غسل دراع، يرن جرس الباب أروح فاتح الباب أخد الحاجات من المكواجي وأرجع تاني، أروح غسل الدراع التاني، يوم يرن الجرس تاني أو ينادوا عليا من تحت وأروح أرد، وبعدين أرجع أمسح على دماغي الاقي العيل وقوق وهكذا، كل ده الوضوء شغال، اقعد كده نص ساعه بتوضا. فهمت ازاي؟ تمشي طالما ما عملتش ناقد. لكن الصلاه ما ينفعش، الصلاه لازم الاركان ورا بعضها موالاه، ما اقدرش افرقها. فهمت بقى ازاي؟ زي اركان الجسم كده، اقدر انا افرق الاركان كده، اخد دماغك وجزعك وبطنك وبتاع، ما يبقاش في بني ادم بقى. فهمت؟ لكن الوضوء لا، الوضوء فرائض ضرورية صحيح كالركن، لكن التفريق بينها لا يؤثر. إنما الأركان في الصلاة ضرورية كالفرض، لكن التفريق بينها يؤثر. فهمت بقى المسألة؟ قوله 18 ركنا، لا يخفى أن ركنا تمييز مؤكد، مؤكد يعني تمييز مؤكد للإيه؟ للـ18، لاستفادته من قوله وأركان الصلاة، لأنه يدل على أن 18 من الأركان، وعد الأركان 18 طريقة من جعل الطمأنينات في محلها الأربع ونية الخروج أركانا كصاحب التنبيه. يعني ساعات يقول لك إيه، تركع وتطمئن راكعا، وترفع وتطمئن رافعا، وتسجد وتطمئن ساجدا، وتجلس بين السجدتين وتطمئن جالسا. فهمت ازاي؟ يبقى بيعد الاطمئنان اركان، يبقى يعد اربع اركان زياده. وبعدين يجي لك لما تيجي تسلم يسن انك تنوي الخروج من الصلاه مع التسليم. في بعض الفقهاء الشافعيه عدوا ان نيه الخروج من التسليم ركن، فعد كمان نيه الخروج من التسليم ركن، فوصلها 18. فهمت بقى المسألة؟ لكن في بعض العلماء يعد الاطمئنان ركن منفصل متقسم على الحاجات دي، فيعد واحد فتلاقيها تقل عن 18. فهمت؟ يبقى وعدوا الأركان 18 طريقة من جعل الطمأنينات في محلها الأربع ونية الخروج أركانا كصاحب التنبيه، وعدها في الروضة، ده الإمام النووي عدها في الروضة 17 بإسقاط نية الخروج لأنها سنة على الصحيح، وعدها بعضهم 14 بجعل الطمأنينات في محلها الأربع ركنا واحدا لاتحاد جنسها. واضح الكلام؟ يبقى إيه الأركان ما تتضايقش منها. تيجي تقرأ في كتاب يقول لك أركان الصلاة 14، تقرأ في كتاب تاني يقول لك 12، في كتاب تالت يقول لك 18، يقول إيه اللخبطة دي؟ لما تيجي تقرا التفاصيل تلاقيهم هي واحده، بس ده عد حاجتين مع بعض عملهم واحد والتاني فصصه. وبعضهم 15 عدها 15 بزياده قرن النيه بالتكبير. يعني في ناس قال لك ان النيه ركن وتكبيره الاحرام ركن
وفي ركن انهم يكونوا مقرونتان مع بعض، فخلاهم ثلاثة. هتيجي الوقت هنتكلم في النية. ومنهم من جعلها 19 بجعل الخشوع ركنا، يبقى 18 وحط الخشوع كمان ركن، يبقى ايه؟ يبقى خلاهم 19. ومنهم من جعلها 20 بزيادة المصلي. مؤسس الصلاة دي أصلا محتاجة مصلي، يبقى المصلي ده اللي هيصلي ده ما هو ركن فيه، ما هو من غيرها ما فيش صلاة، فراح عدد لك المصلي مع الخشوع كمان، أدي 2 مع 18 بقوا 20. سهلة الحكاية دي؟ لا مش صعبة ولا حاجة. من أركان الصلاة طبيعة الخشوع، له مظهر الخشوع محل القلب بس له مظهر في الخارج، وهو عدم الحركة غير الضرورية، فإذا تحرك تحرك غير ضروري يبقى انتفى الخشوع، بطلت الصلاة لكثرة الحركة، لأن كثرة الحركة دليل على عدم الخشوع، مش كده برضو؟ بس سهل هياخدها قرينة. ما هو الخشوع القلبي له علامة في الايه، في الخارج. أنا كفقيه بحكم بالخارج مش بالداخل، في القلب ماليش دعوة. انت مطالب بخشوع القلب، ده بينك وبين ربك. الفقيه مش هيقول لك عيد الصلاة علشان دخل في قلبك، لا مش خاشع، لكن هيقول لك عيد صلاتك لما يلاقيك متحرك قاعد بتصلي وبتتمشى، هيقول لك يا ابني ده كثرة الحركة في الصلاة دليل على عدم الخشوع، والخشوع ركن، بطلت صلاتك، عيد الصلاة. فهمت بقى؟ مثلا تقل بقى ايه ثواب صلاته، ده بينه وبين ربه بقى. لكن الفقيه ما دخلش جوه مخه وشافه سرحان في ايه، لكن الفقيه شايفه بيعد فلوسه، بيظبط الساعة، بيبرمج المحمول، كل ده هو بيصلي. يرضيك الكلام ده؟ شفنا ناس عدت فلوسها، واخد بالك، ويظبط الغطرة ويعمل مش عارف ايه، ويطلع الحاجات كده ما تعجبوش يرميها ويحطها ويستف جيبه، كل ده جوه الصلاة. شفنا ناس بتعمل كده، كل ده حرام طبعا. العرف، العرف متروك للعرف. عندنا 3 حركات متتالية متتالية. حركة الصباع دي لا، لكن حركة عضو كامل، حركة الصباع طالما متقطع ما يضرش، وبعد كده بقى يبقى يلح ويريح نفسه منه عشان ما يفضلش ملبوخ فيها. فهمت ازاي؟ سهلة يعني. يبقى احنا قلنا ان في ناس عدوها 20 بزيادة المصلي، والمعتمد، المعتمد بقى في المذهب ما في المنهاج اللي هو منهاج الطالبين اللي هو الكتاب المعتمد في مذهب الشافعية وغيره كالمحرر، من جعلها 13. عشان كده مشهور يقول لك أركان الصلاة 13، دي اللي مشهورة 13، بجعل الطمأنينة هيئة تابعة للركن. وعلى كل من القولين فلا بد منها، سواء كانت هي هيئة الطمأنينة هيئة تابعة للركن أو هي ركن منفصل، فلا بد منها في الحالتين. فهمت ازاي؟ فلا بد منها. فالخلاف في الطمأنينة لفظي، يعني خلاف لفظي يعني لا ينبني عليه عمل في الخارج، يعني مجرد تقسيم بس، لأنه خلاف في التسمية، فقيل تسمى ركنا وقيل لا تسمى. وبعضهم قال لك لا ده مش خلاف لفظي، ده انت ما تخلي لي الطمأنينة دي تابع هيئة الركن، يبقى ده خلاف معنوي، لأنه لو شك وهو في السجود هل اطمأن في اعتداله أو لا، فإن قلنا إن هي هيئة تابعة للركن ما يرجعش يطمئن، وإن قلنا إنها ركن منفصل يبقى يرجع يطمئن، فخلها معنوية يعني ينبني عليه معنى. فهمت بقى؟ يبقى في ناس قال لك ده خلاف لفظي يعني ما ينبنيش عليه معنى في الخارج، وناس تانية قال لك لا ده أنت لما تقول لي إنها هيئة تابعة للركن يبقى أنا لو شكيت إن أنا اطمأنيت ولا ما اطمأنيتش وهي هيئة تابعة للركن ما رجعش، لكن لو خليتها ركن منفصل أرجع، يبقى انت كده هينبني عليه معنى زائد. فهمت بقى المناقشه؟ فهمت الفقهاء ازاي بيتناقشوا عشان تبقى راجل نبيه كده فاهم الخلافات اللي بتحصل. فان قلنا بانها تابعه لم يؤثر شكه، كما لو شك في بعض حروف الفاتحه بعد فراغها، وان قلنا انها ركن لزمه العوده للاعتدال فورا، كما لو شك في اصل الفاتحه بعد الركوع فانه يعود اليها كما ياتي. ورد ذلك بأن الشك في الطمأنينة يؤثر ولو قلنا بأنها تابعة، فلا بد من تداركها على كل حال. خد بالك
التانيين اللي قال لك خلاف لفظي قال لك برضو احنا بنعتبر ان هي هيئة في الركن، بس برضو عدم فعلها يؤثر، فاحنا مش مختلفين معاك، ده عدم فعلها مؤثر برضو. ويفرق بينها وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغي منها بأنهم اغتفروا ذلك فيها في الفاتحة لكثرة حروف وغلبت الشك فيها، فالحق أن الخلاف لفظي كما انحط عليه كلام الرمل وابن حجر. أحدها، نخش بقى في النية، أول واحدة، كل دي كانت مناقشات، أي أحد 18 ركنا النية. النية كويس، ما هو بيشرح ملتزم هو باللي في الكتاب، هو المناقشات اللي فاتت دي عشان تفيدك، لو اطلعت على كتب المذهب الأخرى هتجد أعداد مختلفة، فبيأهل عقلك انك تستوعب هذا الخلاف في العدد، بس ادي كل الناس. لكن هو ملتزم بالكتاب اللي بيشرحه، هو هنا القاضي شجاع في متن الغاية والتقريب عدها 18، فهو ملتزم بالشرح على كلام القاضي شجاع، القاضي ابي شجاع. يقول احدها اي احد 18 ركنا النية، قد اجمعت الامة على اعتبار النية في الصلاة، قد اجمعت الامة على اعتبار النية في الصلاة، وإنما بدأ بها المصنف كغيره لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، ولذلك قيل إنها شرط، لأن الشرط ما كان خارج الماهية، وهي تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها، وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى، ورد بأنه لا يبعد أن تكون من الصلاة وتتعلق بما عداها من الأركان، لأن النية لا تنوى ولا تفتقر إلى نية، لأنها كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها. يعني بيقول لك النية إكمنك بتبتدي الصلاة بالنية، فقال لك دي تبقى بقى شرط بقى، لأن قبل ما تدخل الصلاة قال له ما أنت لو قلت لي إنها هتبقى شرط معناها إن النية عايزة نية، لو قلت لي إن النية ركن يبقى النية عايزة نية، ومحدش قال إن النية عايزة نية، فقال لا هي نية برضو لأنها ضرورية، لأن هذه النية بتنسحب على باقي الركعات كلها وباقي الصلاة كلها، فلا بد من أن يكون لها بداية وتنسحب بعد ذلك على باقي الركعات، فبكل ركعة ما بتحتاجش نية منفصلة. قال له كالشاة اللي هي لما واحد يبقى عنده 40 شاة سائمة بيطلع على 40 شاة، الشاة دي بتزكي نفسها وتزكي 40. قال له كذلك النية، النية مش مفتقرة لنية، ده هي النية بتدخلك في الصلاة وهي نفسها ايه ما تفتقرش لنية، لان هي قائمة بنية نفسه، والا هيحتاج تسلسل، واخد بالك؟ وايه ده بقى، ده امر إيه صعب. كل دي مناقشات منطقية، لان كان في علم المنطق بيخليهم يقعدوا ايه يتشعبوا في التصورات الذهنية. تملي كان علماء الازهر، كان علم المنطق مكرر عليهم في الازهر في العصور القديمة ايام الشيخ البيجوري، فكان علم المنطق ده بيعلمهم يقعد ايه يفكر في كل التصورات والتصديقات العقلية والاحتمالات العقلية كلها ويرد عليه، حتى ولو ما تجيش في بالك، لان طريقة علم المنطق كده. عشان كده تلاقي في الفترة دي كل الكتب اللي صنفت في الفترة دي تلاقي بتتناقش في الامور دي، واخد بقى، فتعذرهم. الوقت الازهر ما بيدرس علم منطق بصورة كبيرة، يا دوب بناخد المنطق المفيد للفيومي 5 6 صفحات كده تحفظهم وخلاص، ما تخشش في تفاصيل علم المنطق. وعلشان كده لما يجي طلبة الازهر اللي دارسين في العصر الحديث يقرأ الكلام ده يقول يا اخي مناقشات سفسطية، يعني هينبني عليها ايه؟ لا، ده هي مناقشات بتنبني على طريقة فكر معين كان هو مسيطر عليهم في طريقة تفكيره ومدرسته. وجوز بعضهم تعلقها بنفسها كالعلم، فإنه يتعلق بنفسه فيعلم سبحانه وتعالى بعلمه أن له علما. يعني بيقول لك العلم، صفة العلم في الله، صفة العلم تحتاج أن ربنا يعلمها، ولا هي صفة العلم أصلا هي يعني مندرج فيها علم الله بأنه يعلم، ولا هي صفة منفصلة؟ كل دي برضو إيه تصورات عقلية بعيدة تفيد المناطق. قوله وهي أي النية شرعا، وأما لغة فهي مطلق القصد. النية لغة مطلق القصد، دي النية من حيث اللغة، لكن مش شرع، هي قصد الشيء مقترنا بفعله. يبقى النية في الشرع هي قصد الشيء مقترنا بفعله. يبقى وانت ماشي من بيتك خارج جاي الجامع ما اسمهاش نية شرعية،
اسمها ايه؟ عزم. عزم، عازم على كذا او قاصد، واخد بالك؟ يقول لك على فين العزم يا ابو فلان، تقول له على صلاة على مسجد الاشراف هنصلي العشاء، مش كده برضو؟ لو قال لك على فين النية يبقى يقصد العزم مش النية الشرعية بمعناها اللغوي. لما تيجي بقى تصلي محتاج انك انت مع بداية الفعل اهو اروح بقى مستحضر النية في الوقت ده، لان ايه؟ دي النية الشرعية بقى، انما اللي قبل كده ما كانش نية شرعية. فهمت بقى؟ يبقى النية الشرعية لازم قصد الشيء مقترنا بفعله، لكن لو في مسافة بين فعل وبين القصد اسمه عزم. فهمت ازاي؟ واحنا بنتكلم على النية مش على العزم. واضح الكلام؟ واحد يؤجر على العزم برضه. ها؟ واحد يؤجر على العزم. يؤجر على العزم، لكن لما تخش بقى في الفعل بتاخد الايه؟ مضاعف. يبقى قصد الشيء مقترنا بفعل، اي قصد الشيء الذي يريد فعله كالوضوء والصلاه الذي يريد فعله كالوضوء والصلاه حال كون القصد مقترنا بفعل ذلك الشيء. وقولهم في بعض العبارات فان تراخى عنه، فان تراخى يعني بقت بينهم مسافه سمي عزما. فهمت بقى؟ ما يبقاش اسمه ليس من التعريف بل زائد، لأنه قد تم عند قوله مقترنا بفعله. ولو قال نويت أصلي الظهر الله أكبر نويت بطل، يعني قال نويت أصلي الظهر الله أكبر نويت، أعوذ بالله من الشيطان، إيه نويت دي اللي قالها بعد الله أكبر؟ دي كلمة أجنبية، ده كأنه اتكلم كلمة أجنبية جوه الصلاة، يبقى بطلت صلاته. فهمت بقى المسألة؟ يعني لما يجي يقول ما يقولش بعد الله اكبر ما يقولش حاجه غير بقى كلام الصلاه. فهمت بقى المساله؟ ولو قال نويت اصلي الظهر الله اكبر نويت بطلت صلاته، لان قوله نويته بعد التكبيره كلام اجنبي، وقد طرا بعد انعقاد الصلاه فابطلها، لان من مبطلات الصلاه الكلام الاجنبي الخارج عنه، من مبطلات الصلاه لان حرم الله فيها الكلام، مش كده برضه؟ فما ينفعش يتكلم فيه، لو اتكلم اي كلام طب الا لو خرج غصب عنه قوي ناسي غلبه. زي انا اديت لك مثال، كانت ليا عمه الله يرحمها كانت كبيره كده وركبها توجعها، كانت تيجي وهي قايمه تقول اه يا ركبي جوه الصلاه، هم اقول لها يا عمتي كده صلاتك هتبطل، ما ينفعش استحملي وانت قايمه وبتاع، ما تقوليش اه يا ركبي، تقول لي بتطلع غصب عني. كنت انا بقى افتكر ان صلاتها باطله، وبعدين لما كبرت كده وقعدت اقرا في كتب قال لك لو خرجت غير غصب يعني غصب عنه بدون عزم عليها ولا قصد صحت صلاته، يعني غلبوا الحال. فالحمد لله طلعت صلاتها صحيحه بفضل الله، ربنا كرم رحمه الله. لانه يبقى بيقول لك ايه؟ ولو نوى الصلاه لدفع الغريم مثلا، يعني واحد بيطرده عايز يضربه فهيحصله خالص، فراح واقف في القبله قال الله اكبر علشان بقى مش معقول يضربه وهو بيصلي، يبقى بينوي هنا الصلاه لدفع غريم مش عشان يصلي. فهمت ازاي؟ متصور الصوره دي؟ طيب. ولو نوى الصلاه لدفع الغريم مثلا صحت صلاته، لان دفعه حاصل وان لم ينويه، كما لو نوى بصلاته فردا وسنه غير مقصودة، سنة غير مقصودة كتحية المسجد مثلا وسنة الوضوء، لو نوى الصلاة، واخد بالك؟ صلاة فرض العشاء مثلا وكان لسه متوضي ونوى معاها سنة الوضوء وكان لسه داخل المسجد نوى معاها سنة تحية المسجد صحت صلاة، لأن هي أصلا مندرجة فيهم، لأن الحاجات دي كلها مندرجة حتى لو لم ينويها فلا تؤثر. لكن لو نوى معاها سنة المغرب البعدية عشان ما كانش لحق يصليها طبته. فهمت ازاي؟ لان دي سنة راتبة متعلقة بوقت فما ينفعش ادخلها. فهمت بقى المسألة؟ الوضوء سنة الوضوء انك تصلي بهذا الوضوء اي صلاة سواء فريضة او سنة، فيبقى دي نافلة يعني مش مخصوصة لكنها بتندرج في اي صلاة. فهمت؟ زي تحية المسجد كذلك. ينفع، لكن ما ينفعش تصلي سنة المغرب البعدية مع العشاء، لكن ينفع تصلي سنة المغرب البعدية مع سنة الوضوء وتحية المسجد وقضاء الحاجة والاستخارة. ايه رأيك؟ والإحرام، ايه الحلاوة دي؟ كل ده ماشي.
سهل. لكن ما ينفعش اصلي سنة المغرب البعدية وانا فاكر اني ما صليتش سنة الظهر البعدية كمان النهارده. اروح اقول نويت صلاة ركعتي سنة الظهر البعدية وسنة المغرب البعدية، الله اكبر. ما تنفعش، ما تنفعش، فهمت؟ يبقى كده ما دخلش في صلاة. أكيد إن الحضور إلى المسجد ده عزم أو قصد، ويقيل إن مش لازم التلفظ بالنية. احنا لسه ما كملناش مباحث النية عشان ما طيب تسبقش. طب ماشي كويس. لما الواحد وهو داخل يقف في الصف أو داخل يعني داخل على الصلاة وهو جاي يصلي المغرب أو جاي يصلي يستحضر بقى، يستحضرها، لأن قد يكون في الفترة دي غفل، انشغل بالصفوف، انشغل بأي حاجة جات له حاجة في ذهنه وبص يعني في الساعة. يبقى أحسن واحد يتلفظ بيها بقى عشان يعني ما احنا هنيجي للمباحث، بقية المباحث هتيجي. الشافعية يقول لك اتلفظ بيها سنة، التلفظ بيها سنة اللي يعين استحضار القلب. الشافعية كده يتلفظ، والمالكية يقولوا بدعة، التلفظ بيها بدعة، ده المالكية. عشان كده فيها أئمة يقول لك النية محلها القلب والتلفظ بيها بدعة، مالكي. لكن الشافعي وراه الله أكبر، ملوش دعوة، هو في سكة وده في سكة، واخد بالك؟ بيعتبروها كده. المهم تستحضرها بقلبك. يعني انتوا مش بتصلوا ورايا بقالكم كتير بتلاقوني انا بنوي باللساني كده، عودت نفسي ان انا استحضرها في قلبي لحظة التكبير، اروح لقيتها كده، يعني اخليها تعدي في ذهني وهي معدية الله اكبر وهي معدية. ما هو لازم تعود نفسك عشان تبقى مقترنة، ما دي اكمل حاجة. هو دي كانت صلاة الصحابة وصلاة النبي. لكن المباحث دي نشأت امتى بعد كده؟ لما الناس انشغلوا في دنياهم، فبقى ما يعرفش ايه يجيبها في ذهنه شريط كده ويجيبها مع الله اكبر. فقاموا الفقهاء عشان يحلوا الازمه دي، قال يا سيدي طب تلفظ بيها بقى وخليها مقرره عرفيه علشان تعين قلبك. ما هو قاعد في السوق طول النهار بينادي على البضاعه وبيتخانق مع ده وبيعمل ده، ويجي في الصلاه وقتها عايز بقى يصلي، مش عارف يعني يستحضر قلبه، يقوم يقول بلسانه يعين نفسه. فهمت بقى المسألة؟ هنشوف المباحث عليها. ولما يقول لك لو قال كذا لو قال كذا، مش شرط يعني تلفظ، يعني قالها في قلبه يعني. فهمت ازاي؟ ادي معنى قال، لأن القلب برضه له قول. بخلاف ما لو نوى فرضا وسنة مقصودة كسنة الظهر مع فرض الظهر مثلا. يبقى دي ما ينفعش. لتشريكه بين عبادتين مقصودتين لا تندرج إحداهما في الأخرى. واضح؟ طيب. ولو قال أصلي لثواب الله أو للهرب من عقاب الله صحت صلاته، خلافا للفخر الرازي. الفخر الرازي قال لا ما ينفعش. ولو قال شخص لآخر صلي فرضك ولك علي دينار، زي ما كنا بنعمل مع العيال كده وهم صغيرين، نعودهم على الصلاة، لما تصلي الفرد ده هجيب لك كذا، يروح داخل على طول الله اكبر ومصلي تمام تمام عشان ياخد الكذا، صلاته صحيحه. ولا يجب انك انت تدي له الدينار، لانها مفروضه عليه الصلاه اصلا بلا مقابل. ده الطفل، لكن انا بنتكلم على الكبير. ما هو الطفل مش مفروضه عليه، انما انت حسن العشره مع الطفل عشان تأدبه اديله اصدق معاه. لكن انا بنتكلم واحد كبير كده وقلت له صلي وهديك 10 جنيه عشان تارك الصلاة، وبعدين راح صلى، اقول له مالكش حاجة عندي، ده ربنا فرضها عليه. انا بقول لك كده عشان اشجعك. لان هي مفروضة عليه اصلا، لا يجب عليك. لكن لو اديته مفيش مانع، وانا همتعك لو حطيت ايدك قلت لك لا، انا ما بقولكش لا، لكن لا يجب. يعني لو راح اشتكاك عند القاضي، القاضي ما يحكمش عليك انك تدفع له 10 جنيه عشان جاب لك شهود. فهمت؟ زي ما تبقاش قضية يعني. لكن لو وديته خير وبركة ما يجراش حاجة، تديه إن شاء الله تديله 1000 جنيه ما يجراش حاجة، ثواب برضه حلو. لكن احنا بنتكلم يجب يعني ايه، يعني فيها إلزام. ادي المسألة ما فيش إلزام، لأن دي مفروضة عليه أصلا من الله. ولو قال أخلص، طب الحتة دي أصل ممكن أما أخلص على فكرة مباحث النية تلاقي كل الإجابات تمت إجابتها دون أن تشعر. ولو قال شخص لآخر صلي فرضك ولك علي دينار فصلى بهذه النية صحت صلاته ولا يستحق الدينار. واضح؟ محل النية ايه؟ محلها القلب، اي فلا يجب النطق بها باللسان، لكن يسن ليساعد اللسان القلب.
ولا عبرة بنطق اللسان لو خالف ما في القلب، ينعقد ما في القلب. يعني أنا قلبي أصلي العشاء لكن بلساني قلت المغرب، انعقدت عشاء. واضح؟ لأن هو العبرة بالقلب، اللسان ده بيعاون بس. كأن نوى الظهر بقلبه وسبق لسانه إلى غيره، وسمي القلب قلبا. يدخلك بقى في قضية تانية، هم تملي العلماء دول إيه؟ يحب ينعنش مخك يعني. يعني بيتكلم ملناش دعوة، لكن يكلمك بقى على القلب بقى، يدخلك شغالة. وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور كلها، أو لأنه خالص البدن وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا كقمع السكر وهو لحم صنوبري الشكل، قار يعني مقره في الجانب الأيسر من الصدر. كل دي يعني ثقافة بيديها لك كده في وسط الكلام. فإن كانت الصلاة فرضا وجب نية الفرضية وقصد فعلها وتعيينها. فإن كانت الصلاة هنا بيان لمراتب النية، لكن الشارح لم يبين إلا مرتبتين وترك الثالثة. فالحاصل أن المراتب ثلاث بحسب أقسام الصلاة، فإنها تارة تكون فرضا وتارة تكون نفلا مقيدا بالوقت أو السبب، وتارة تكون نفلا مطلقا. مش كده برضه؟ هي دي مراتب النية الثلاثة. فأول مرتبة فردا، أي ولو فرض كفاية كصلاة الجنازة، دي فرض برضه، أو قضاء الفائتة أو معادة أو بعيد صلاة نظرا لأصلها، لأن قضاء الفائتة والمعادة نظرا لأصلها فهي مفروضة، صحيح مش في وقتها لكن نظرا لأصلها فهي مفروضة، أو نذرا لأن النذر صار فرضه على نفسه، لكن يقوم مقام نية الفرضية فيه نية النذرية. فلو قال نويت صلاة ركعتين النذر الله أكبر، وكان نذر أن يصلي ركعتين نذرا لله مثلا إيه بعد فرض الظهر كل يوم ما حي، فصارت نذرا عليه، فيقول نويت صلاة ركعتين النذر، تمشي نية النذرية بدل نية الفرضية. وجب، فيجب فيه ثلاثة أشياء. يجب في النية مراتب النية احنا قلنا ثلاثة، واخد بالك؟ النية الأولانية الفرضية دي يجب فيها ثلاث حاجات، القصد والتعيين ونية الفرضية. ولذلك قال بعضهم يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. يا سائلي عن شروط النية ايه؟ القصد يعني قصد الصلاة، يعني واقف متوجه للقبلة قاصد الصلاة، ادي معنى القصد. وعشان كده بتقول نويت صلاة، والفرضية تقول فرض، والتعيين الظهر. يبقى القصد والتعيين والفرضية، نويت صلاة فرض الظهر. طب والأداء والقضاء دي تحابيش بقى، مش أساسية لكنها حلوة برضو. ما تقول لما تقول أداء التعيين تعينها فرض، ده نوعها ايه؟ عصر مغرب عشاء، تعيين، واخد بالك ازاي؟ وقصد الصلاة تقول نويت الصلاة، والفرضية تقول فرض الظهر. لأن أنت في الصبح بينبني هذا، بيظهر قوي، لأن الصبح سنتها اسمها الصبح والفريضة اسمها الصبح، وسنتها اسمها الفجر والفريضة اسمها الفجر، مش كده؟ فلو قلت نويت صلاة فرض الصبح انعقدت فرضا، لو قلت نويت صلاة سنة الصبح انعقدت سنة، فيبقى هنا بتميز. فهمت بقى المسألة؟ ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى، يعني مش شرط تقول لله. فهمت ازاي؟ ساعات ناس يقول نويت صلاة فرض الظهر 4 ركعات أداء مقتديا لله تعالى، الله أكبر، مش كده برضه؟ مقتديا عشان يبقى مأموم، أو إماما عشان ياخد الثواب الزائد للإمامة. كل هذه لا تجب نية الإمامة إلا في صلاة الجمعة، ولو لم ينوها الإمام بطلت صلاة المأمومين كلهم. نية الإمامة ولو لم ينوي نية الجماعة في صلاة الجمعة بطلت صلاته، لأن الجمعة لا تنعقد أصلا إلا جماعة، فيجب عليه أن ينوي الجماعة. فهمت إزاي؟ الباقي كله بقى لا تجب نية الجماعة من عدمها إلا لأخذ الأجر الزائد، لكن الصلاة صحيحة. فهمت بقى التفاصيل دي؟ ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، لكن تستحب ليتحقق معنى الإخلاص
ويستحب نية استقبال القبلة وعدد الركعات، ولو أخطأ في العدد كأن نوى الظهر ثلاثا أو خمسا لم تنعقد صلاته، ويصح الأداء بنية القضاء وعكسه مع العذر. يعني أنا نويت صلاة فرض الظهر 4 ركعات أداء، الله أكبر، واتضح إن العصر مدا بقاله شوية، ده هي تبقى قضاء، وأنا ما كنتش عارف تصح الصلاة، أو أنا الدنيا غيمت وبصلي العصر فافتكرت المغرب جدا، فرحت تقول نويت صلاة فرض العصر 4 ركعات قضاء على إن المغرب دخل، واتضح إن المغرب لسه، ده هي كانت الدنيا مغيمة وهي حقيقة تبقى تنعقد كويس، تنعقد صحيح. لكن أنا عارف إن الوقت لسه أداء وأروح أنا أقول قضاء تلاعبا تبطل، يبقى لو هو بيعملها تلاعب تبطل، عشان هنعامله بإيه؟ بالمثل، مش كده برضه؟ لكن بغير قصد لا تبطل. طبعا الواد اللعبي ده مش موجود، يعني نادرا لما تلاقيه واد لعبي بيلعب في الصلاة، يعني ما ينفعش. ويصح الأداء بنية القضاء وعكسه مع العذر، كأن ظن خروج الوقت بسبب غيم أو نحوه فنوى القضاء ثم تبين بقاء الوقت، أو ظن بقاء الوقت فنوى الأداء ثم تبين خروجه، أو مع عدم العذر لكن قصد المعنى اللغوي. قال لك ده أنا بقول أداء أو قضاء بمعنى اللغوي، ولما أقول لك أديت الدين يعني قضيت الدين، فالأداء والقضاء بمعنى واحد، أنا أقصد المعنى اللغوي ومش معنى الفقه، يبقى نقول له خلاص صح. فهمت إزاي؟ إذا قصد المعنى اللغوي يبقى صح، لأن أداء وقضاء بمعنى واحد، أداء الدين وقضاء الدين معنى واحد، مش كده برضه؟ لكن الفقهاء ميزوا بينها بمعنى شرعي جديد، أداء أي في وقتها وقضاء يعني خارج وقتها، فصار لها معنى شرعي جديد. لكن أو مع عدم العذر لكن قصد المعنى اللغوي كما نقله في الأنوار لاستعمال كل بمعنى الآخر، تقول قضيت الدين وأديته بمعنى واحد وهو دفعه. أما إذا فعل ذلك بلا عذر ولم ينوي المعنى اللغوي لم تصح صلاته لتلاعبه، كما نقله في المجموع، يعني كما نقله الإمام النووي في المجموع عن تصريحهم. ولا يشترط التعرض للوقت، فلو عين اليوم وأخطأ لم يضر، كما هو قضية كلام أصل الروضة. يعني إيه؟ يعني ما يشترطش أقول نويت صلاة فرض ظهر اليوم أداء، الله أكبر، النهاردة مثلا السبت، قول نويت صلاة فرض ظهر السبت الله أكبر، واتضح النهاردة الحد، ما يضرش لو أخطأ في تعيين اليوم، خدت بالك؟ لكن لما يبقى قضاء مما فاتك تقول قضاء مما فاتني، مش شرط بقى تقول قضاء مما فاتني في اليوم الموافق 5/5/2006 واحنا دلوقتي الساعة كذا، ما ينفعش، ده تضييع وقت، ده في المحكمة معلش. لكن تقول قضاء مما فاتني وخلاص، نويت صلاة فرض ظهر قضاء مما فاتني، فاتك ده امبارح، فاتك أول، فاتك السنة اللي فاتت، مش مشكلة بقى. فهمت بقى المسألة؟ لا، ما احنا قلنا السنة المتعلقة بوقت زي سنن الظهر سنن العصر ما ينفعش ادخل فيها نية الفرضية ابدا، لا تصح كده ولا تصح كده، لان دي مقصودة لذاتها، مش كده برضه؟ فما ينفعش. يقضيها على مذهبنا الشافعية، يجب عليه قضاء كل ما فاته لانه مسلم اصلي، بخلاف الكافر الذي اسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته، لكن المسلم الأصلي يجب عليه قضاء كل ما فاته لأنه كان مكلفا. فهمت إزاي؟ ما الصلاة لوقتها، لكن دين الله أحق أن يقضى، مش الرسول بيقول دين الله أحق أن يقضى؟ فبقى الدين عليك، كانت على المويه كتابا موقوتا، يعني مفروض عليه أن يؤديها في وقتها، طب قد ضيعها عن وقتها معناها طلع براءة يعني، ولا نعمل فيه ايه؟ الامام احمد بن حنبل يقول لك تفضل معلقه في ذمته حتى يلقى الله عز وجل، ويعمل في اللي يعمله بقى، يعفو عنه يغفر له يعاقبه، مالناش دعوه بيه، مالهاش حل عنده الامام احمد بن حنبل، ما عندوش حل ليه. طب لو
لما تجي تقول له انا مثلا ما صليتش المغرب لحد ما العشاء اداني، تعمل ايه يا امام؟ يقول لك مالكش حل عندي، خليها كده يوم القيامه ربك يتصرف فيها معاك. لكن الشافعيه الحمد لله عندهم حل برضه، فتحوا لك باب الامل، قال لك يا عم صليها وربنا يبرأ ذمتك ان شاء الله. يعني الشافعيه اخف، يعني اللي بيقول لك اقضي مذهبه اخف من اللي بيقول لك ما تقضيش، لان اللي بيقول لك ما تقضيش علق ذمتك على طول مع الله كده، وتفضل ماشي ضميرك مأنبك على طول، تبقى قلقان مش كده برضه؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا كفى ذلك وقتها. ده لأنه معذور، احنا بنتكلم واحد متعمد. تارك الصلاة متعمد، قاعد يفتح يسمع المسلسلات والماتشات وبتاع والأذان ورا الأذان وما بيصليش. فهمت إزاي؟ أدي ده بنتكلم على الصورة دي. على مذهب الحنابلة ما يقضيش، لكن تفضل نيته معلقة. احنا خلينا في مذهب الشافعيه، حلو كده جميل، واحنا على ارضنا وبين جمهورنا. الامام الشافعي جنبنا هنا مدفون تحت. عادي. تفضل على مذهبنا احنا، الصلاه معلقه تقضي ما فاتك. لكن قد يغفر لك، واخد بالك، الحج ان كان يغفر لك اسم تركها فتره، لكن لا يسقط عنك أداءه. واضح؟ بس ما هتقول فرض ظهر مما فاتني، فرض عصر مما فاتني، فرض عشاء مما فاتني، انت بتقعد تحسبها. انا مثلا بلغت من سن 11 سنه، وبعدين بدات اصلي الحمد لله من اول ما ربنا كرمني وصرت مكلفا، وبعدين انا مره كده كنت سافرت البلد الفلاني قعدت 3 شهور متلخبط فما صليتش، يبقى انا عليا فرائض 3 شهور، هقعد 3 شهور اصلي مع كل فرد فرد. سهله، تقعد تحسبها بينك وبين نفسك كده. لو مش قادر يحددها تقريبي، واحد يقول لك انا بدات اصلي من سن 20 سنه، واخد بالك، والحمد لله ما بيفوتنيش فرد، لكن قبل كده ما كنتش بصلي، نقول له طب انت يعني سن بلوغك كان كام؟ يقول لك سن كنت في اولى اعدادي. يعني كان عندك كام سنه؟ يقول لك 11 سنه، يبقى انت عندك 9 سنين. تقعد 9 سنين تصلي مع كل فرد فرد، او تقعد 4 سنين ونص تصلي مع كل فرد فردي، او تقعد 3 سنين تصلي مع كل فرد 3 فرائض. سهل. طب لو مات قبل ما يخلص وما يبطل، ويبطل سنن، يبطل سنن بقى، ما يصليش سنن خالص، ما يشغلش نفسه، ده عليه فرائض اهم. فهمت ازاي؟ بدل ما يقعد يصلي سنه الظهر القبليه ويدلع نفسه تحيه مسجد وهو عليه اصلا فرائض، يبقى يعمل اللي عليه الاول، الفرائض قبل السنه. فهمت؟ طب لو مات قبل ما خلص السنه خلاص بقى، في نبقى نقول ان هو عند الله كده، ربنا بقى يعني يبرئه وما يبرئوش، هو عبد الله بقى في مشيئه الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. لكن احنا بنتكلم علشان يبقى يبرأ ذمته، يبقى بيجتهد مع الله، واحنا املنا في الله انه يغفر له لما يلاقي فيه الصدق والعزم ومحاوله القضاء، ان املنا في الله كبير، ان يرحمه وينظر له نظره صفح وعفو. فهمت؟ املنا في الله كبير، لكن احنا لا نجزم على الله. فهمت بقى؟ ما هي طبعا المشكله. يبقى احنا بنقول هنا ولا يشترط التعرض للوقت، فلو عين اليوم واخطا لم يضر، كما هو قضيه كلام اصل الروضه. ومن عليه فوائد، اهي فوائده، لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا، بل يكفي نية الظهر مثلا، ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على المعتمد، فما جرى عليه المحشي تبعا للقليوب من ندب ذلك ضعيف، كما في البلبيسي. كل دي علماء يعني لهم حواشي في المذهب. نية الفرضية أي ملاحظتها وقصدها، فيلاحظ ويقصد كون الصلاة فرضا، ولا تجب نية الفرضية في صلاة الصبي على المعتمد. الصبي صلاته نافلة أصلا، هو غير مكلف، فما تجبش نية الفرضية في صلاته، لأن صلاته تقع نفلا، فكيف ينوي الفرضية؟ وفارقت صلاة الصبي ده المعادة، الصلاة المعادة، بأن صلاته تقع نفلا اتفاقا، بخلاف المعادة ففيها خلاف، إذ قيل إن فرضه الثانية، وقيل يحتسب الله ما شاء منهما. يعني أنا صليت المغرب في البيت، وبعدين نزلت رحت الجامع لقيتهم ما شاء الله لسه بيصلوا المغرب، الامام بيطول شويه، فلقيته لسه بيصلي، قلت والله فرصه اني اصلي معاهم مغرب،
عشان ناخد الجماعه، فيبقى دي معاده لان الفرد واحد. فهل الفرد المعاده دي فرد برضه ولا المعاده دي نافله والاولانيه اللي وقعت فريضه؟ خلاف عندنا في المذهب، قالوا لك ان الاولانيه هي الفرديه والثانيه تبقى نافله، لان تاتى الفرد وسقطت عنه عهده التكليف بادائه الصلاه التي صلاها في منزله خلاص، ويبقى الباقي ده كله نافله. وفي راي تاني وده اللي املنا فيه يبقى هو الاحسن ان شاء الله عند الله نرجو ذلك، ان ربنا سبحانه وتعالى يختار له اثوبهما ويجعلها فرض، واقلهما ثوابا يجعله سنه. يعني املنا فيه ويبقوا الاثنين كده فرض، على الراي ده يبقوا الاثنين فرض وربنا هيختار له اثوبهما. فهمت ازاي؟ يبقى في المعاده ينوي الفرضيه برضه، ادي المعنى في المعاده. هو عايز يقول لك ان المعاده هنا ينوي الفرضيه ولا ما ينويش؟ الخلاصه انه ينوي الفرضيه. فهمت بقى المساله؟ خلافا لا تقاس على صلاه الصبي، لان صلاه الصبي نفل بالاتفاق، وصلاه الصلاه المعاده فيها خلاف في فرضيتها او نفليتها، فيبقى ينوي الفرضيه لوجود الخلاف فيه احتياطا. فهمت القصه؟ واضح؟ ممكن لو لقى مثلا في حد بيصلي المغرب جماعه وينوي بنيه ان يديم عليه يخش معاه. اه طبعا طبعا ده طبعا، يعني لما انت صليت فرض المغرب معانا اهو وانت اصلا عليك فرائض قديمه، فلقيت جماعه تانية انشئت مغرب برضه، تروح ناوي معاهم فرض مغرب مما فاتك جماعه، وبعدين لقيت جماعه تانية شغاله، تفضل كده لحد ما العشاء يد تخلص من اللي عليك. حلو. اما تروح عمره، طول ما انت قاعد في الحرم اقعد صلي فرائض مما فاتك، اولا تاخد ثواب التضعيف وتقضي مما فاتك. حلوه. هل التضعيف يسقط؟ لا، ده التضعيف في الثواب لكن لا يسقط بعدده فرائض. فهمت ازاي؟ يعني مش يروح هناك يقول لك الصلاه ب 100,000، ناوي صلاه فرض ظهر يبقى شلت 100,000 دول. واعي هو واعي. معلش بمناسبه الكلمه دي حصل حاجه مره، واحده مامتي كانت بتحج في وقت تقول لها ايه؟ لا، ما احنا قلنا ان هي ده في الثواب مش في اسقاط الفرضيه، ده 100,000 في الثواب وليست في اسقاط الفرضيه. ما يجراش حاجه. معلش. لا تنبله تنبله، ده تفكير التنبل اللي هو عايز بقى يصلي مره وينام على طول. تنبله اللي يقول لك ارمي يا عم ارمي، عارف انت القصه دي بتاع ارمي يا عم ارمي؟ مجموعه تنبله كده قاعدين ما بيشتغلوش خالص. فأما أما الحاكم كل ما يوديهم يشتغلوا في شغلة مفيش فايدة، ما ينفلحوش. ففي الآخر اتغاظ منهم، راح حكم عليهم بالإعدام، قال له خدهم في عربية وارميهم من الجبل، خلينا نخلص منهم لأن هيعدوا الناس كلها هيبقوا تنبل. فهو ماشي كده الراجل عدى على محل فول وطعمية، الراجل بتاع محل الفول والطعمية قال له وديهم فين؟ قال له هنرميهم، دول عايزين ياكلوا بس وما يشتغلوش. قال له خلاص سيبهم لي هنا، هقعدهم في المخزن، كل يوم بيتبقى عندي فتافيت عيش كتيره حد هلهم ياكلوه. قام واحد منهم بص كده قال له مين اللي هيبل؟ قال له انتوا. قال له ارمي يا عم ارمي، يعني حتى كمان مش عايز يبل العيش. ادي التنم. فهمت بقى؟ فربنا ينجينا. لكن انت ما تعرفش ان كل صلاه بتصليها بتقربك الى الله قد ايه، كل سجده بتسجدها تقوم ساعتها تبقى حريص انك تصلي وتكسر من الصلاه. لما تعرف ان دي اصلا معراج القبول وان دي مناجاه لله عز وجل ما تسهقش منها ابدا، ده انت تبقى يعني زعلان انك انت خلصت الصلاه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول جعلت قره عيني في الصلاه، فتلاقي الوراث المحمديين اللي بيحبوا النبي تلاقي برضه قره عينهم في الصلاه، يبقى سعيد بيها. ايوه. ولا يندب ذكر اليوم او الشهر او السنه على المعتمد، فما جرى عليه المحشي تبعا للقليوب من ندب ذلك ضعيف كما في البلبيسي. نيه الفرضيه اي ملاحظتها وقصدها، فيلاحظ ويقصد كون الصلاه فردا، ولا تجد نيه الفرضيه في صلاه الصبي على المعتمد لان صلاته تقع نفلا، فكيف ينوي الفرضيه؟ وفارقت المعاده بان صلاته تقع نفلا اتفاقا بخلاف المعاده ففيها خلاف، اذ قيل ان فرضه الثانيه، وقيل يحتسب الله ما شاء منهما، وإن كان الأصح أن فرضه الأولى، ويفرق بين نية الفرضية في صلاة الصبي حيث لم تجب فيها، وبين القيام حيث وجب فيها، بأن ترك القيام يمحق صورته. يعني احنا بنقول إن صلاة الصبي نافلة مش فرض، لكن القيام واجب فيها.
لازم يصليها من قيام برضه لانه قادر على القيام. فبيقول لك يفرق بين دي ودي ايه بقى؟ بان ترك القيام يمحق صورتها، يعني لو ما صلاش من قيام تغيرت صورة الصلاة. ولا كذلك ترك نية الفرضية، ولو ترك نية الفرضية لا يمحق صورة الصلاة، تفضل الصلاة صورتها صحيحة. هذه الفرق بينهم. وقصد فعلها أي فعل الصلاة التي استحضرها ولو إجمالا على المعتمد عند المتأخرين كما سيأتي، وإنما اشترط قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال. وتعيينها أي لتتميز عن سائر الصلوات، مثلا أي أو مغرب أو عشاء أو عصر، تعيينها يعني يقول اسمها إيه، دي صلاة إيه. أنت الوقت صلاة الظهر والعصر والعشاء شبه بعض بالضبط 4 ركعات، اللي فرق إيه؟ نيتك، خصوصا لو كنت بتصليهم ورا بعض قضاء مش هيميزهم إلا التمييز التعيين، إنما أحيانا بيميزهم الوقت لما بتصليهم أداء معروف الوقت ذات وقت. أما النفل المطلق وهو الذي لم يقيد بوقت، اللي بيسموه يقول لك ركعتين لله، ده نفل مطلق يعني مش متعين، مش متقيد بشيء معين ولا سبب، فيكفي فيه قصد الفعل فقط. تقول نويت صلاة ركعتين لله، الركعتين دول إيه؟ أو تقول فرض ولا نفل، ما تقولش حاجة، ركعتين لله وخلاص، ما يشترطش فيها حاجة. ويلحق به ذو سبب يغني عنه غيره، ويلحق بها تحية المسجد وسنة وضوء واستخارة وإحرام ودخول منزل وخروج منه وغير ذلك، لأن يسن كل الحاجات دي أنك تصلي فيها ركعتين عند الدخول لمنزلك وعند الخروج من المنزل، وكذلك عند دخولك المسجد وعند إرادتك الإحرام وعند إرادتك الاستخارة وعند إرادتك قضاء الحاجة، كل دي يسن فيها ركعتين ركعتين، فلا يسن فيها أنك أنت تميز حاجة فيها، تقول بس ركعتين لله وتمشي، في كل ده جائز. ولا حاجة إلى التعيين لحمله على المطلق، ولا يشترط نية النفلية لأن النفلية ملازمة له، بخلاف الفرضية فإنها غير ملازمة لنحو الظهر، لأنها قد تكون فرضا وقد لا تكون كما في صلاة الصبي، مش كده برضو؟ وقد لا تكون كما في صلاته المعادة، على القول أن المعادة نافلة، مش كده برضو؟ كل دي سوا. قوله كراتبة أي كسنة الظهر وسنة العشاء، وقولك الاستسقاء أي والكسوف، واجب هنا التعيين لما تبقى الصلاة ايه راتبة متعلقة لها اسم معين، زي صلاة الضحى دي لها اسم يبقى لازم انوي ضحى، صلاة الاستسقاء انويها استسقاء، صلاة التراويح انويها تراويح، لان دي مقيدة ومعينة، زي سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، سنة المغرب البعدية، وهكذا، يبقى دي لازم اعينها. واضح؟ وجب فيجب فيه شيئان، القصد والتعيين، لان ما يقولش بقى الفرضيه هنا لان دي نوافل، وتعيينها ومنه القبليه والبعديه في صلاه لها قبليه وبعديه كما مر، وبيعين برضو الصلاه الفريضه اللي ليها سنن قبليه وسنن بعديه، يبقى هيحدد دي ركعتين البعديه ولا دي ركعتين القبليه، خصوصا لو بيصليهم بعد الصلاه، لان انت لو دخلت لقيتهم بيصلوا الظهر في الفريضه وانت متعود تصلي قبل الظهر 4 ركعات او ركعتين مثلا، فروحت انشغلت انت في الفرض، فبعد الفرض بتقوم تجيب الركعتين القبليه وتجيب بعد كده الركعتين البعديه ورا بعض، فبتميزهم بالنيه ان دي ركعتين سنه الظهر القبليه ودي ركعتين سنه الظهر البعديه. لا نيه النفليه الى تجب بل تسن خلافا لمن اوجبها، وانما لم تجب على المعتمد نيه النفليه، يعني ما يقولش نافله، يعني لان النفليه ملازمه للنفل بخلاف الفرضيه، فانها ليست ملازمه لنحو الظهر كما تقدم. والركن الثاني، الركن الثاني هو القيام، مش كده برضو؟ من 18 ركنا القيام. احنا كنا قلنا في فرائض الوضوء في اول النيه، اتكلمنا على النيه ان لازم تعرف في النيه 6 حاجات، اللي حضروا الدرس ده فاكرينه، كان زمان من حوالي 2 سنين. النية لها ايه؟ حقيقة، حكم، محل، زمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. 7 حاجات تعرفها على النية مطلقة. حقيقتها، حقيقة حكم وحكمها، محل يعني محلها، زمن يعني وقتها، كيفية، واخد بالك ازاي؟ كيفية وشروط، شرط لها شروط ولها مقصود. فهمت؟ يبقى لازم تعرف ال7 نقط دي عن كل نية عشان تعرفها ايه هي القصة بتاعتها. النية حقيقة، حقيقة النية اللي هو تعرف هو القصد المطابق لأول الفرض، اللي هو أول الفعل، أول الفرض عندنا الفعل هو الفرض،
فلا بد ان تكون النيه مع اول الفرض غالبا، والا غالبا اخراجا لنيه الصوم، حيث انك تنوي من الليل ولا يشترط ان تراقب الفجر فتنوي قبل دخول الفجر. فهمت ازاي؟ يبقى احنا قلنا غالبا عشان نخرج الصوم. يبقى النيه حقيقتها هي القصد المطابق للفعل المقصود بالفعل هنا الفرض. ويبقى نيه الوضوء تكون فرضيتها امتى؟ عند غسل الوجه، لان الفرض هو اول غسل الوجه. يبقى نيتها مش عند غسل اليدين والمضمضه. يبقى النيه عند المضمضه وغسل اليدين دي نيه مسنونه عشان تدخل هذه الاعمال في العباده تاخد ثوابها، وبعدين تعيد النيه تاني مع غسل الاول الوجه علشان تاخد ثواب النيه المفروضه، لانه ده اول الفعل اول الفرض. فهمت بقى الكلام ده؟ قلناه زمان في الوضوء. ما احنا قلنا، الغسل اليدين في الوضوء ده سنه، ودي مش اول الفعل. اول الفعل يعني اول الفرض. يبقى النيه اللي مع غسل اليدين دي سنه مش فرض. احنا بنتكلم عن المفروض والوضوء، وهي النيه تكون النيه المفروضه مع غسل الوجه، والنيه اللي بتقولها في الاول دي نيه مسنونه سنه بس عشان تاخد ثواب السواك، ثواب المضمضه، ثواب الاستنشاق، تاخده يبقى عباده مش عاده. فهمت ازاي؟ يبقى حقيقه عرفناها، حكمها الوجوب غالبا، برضو غالبا لإخراج بعض العبادات التي لا تفتقر لنية. وغالبا ليه برضو؟ لأن غسل الميت برضو ما يجبش فيها نية، لأن الميت مات هقول له فوق انوي ما يجبش، واخد بالك؟ ولإخراج بعض العبادات التي لا تفتقر لنية كمطلق قراءة القرآن أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو مطلق الذكر ما يفتقرش لنية. عايز تذكر ذكر على طول، عايز تقرأ قرآن مش هتقول نويت قراءة القرآن ابتغاء ثواب الله أعوذ بالله، ما بتقولش كده. يبقى في عبادات لا تفتقر لنية، حقيقة حكمها الوجوب، واخد بالك؟ غالبا حقيقة حكم محلها القلب، زمن أول الفرض، واخد بالك؟ كيفية، استنى هقول لك دول وخلصوا. كيفية، ما أنت بتأخره في الأيام العادية بجملة. مش هو بس ده، بتوع المقطم كلهم، كل واحد بيأذن في حتة شكل. كيفية يعني العلم بالمنوي، ادي كيفية النية العلم بالمنوي. يعني انا هدخل في صلاة عارف الصلاة دي عددها 4 ركعات، دي ركعتين، دي 3، لما ادخلش في عبادة ما اعرفهاش. ادي معنى كيفية النية. وبعدين شروط النية الاسلام والتمييز والعقل، مش كده برضو؟ وبعدين الجزم، انك انت تكون جازم، مش تقول نويت صلاة الظهر ان شاء الله يعني بقى قابلني بقى، ما ينفعش، لازم الجزم، انك انت تكون جازم، واخد بالك ازاي؟ وبعدين مقصود و و و ومق كيفية شرط ومقصود. مقصود النية ايه؟ مقصود النية التمييز بين العادة والعبادة وبين العبادة والعبادة، ده مقصود النية. لان انت بتستحمى وده بيستحمى، ده بيغتسل غسل جنابة وده بيروق عن نفسه عشان كان متطرد، الاثنين فاتحين الدش، ايه اللي بيز بينهم؟ هي النية، العبادة، النية بتميز بين العادة والعبادة. ده واقف بيتشطف والتاني واقف بيتوضى، الاثنين قاعدين بيتشطف، مش كده برضو؟ لكن ده ناوي فخرجها عن العادة إلى العبادة. يبقى النية تميز بين العادة والعبادة، مش كده برضو؟ وتميز بين العبادة والعبادة برضو، لأن أنا مثلا بصلي فرض الظهر أو بصلي فرض العصر أو بصلي فرض العشاء، يبقى ليه فرض والفرض وفرض، أو بصلي سنة أو بصلي فريضة، يبقى بميز بين عبادة وعبادة. يبقى النية مقصودها التمييز بين العادة والعبادة وبين العبادة والعبادة، سهلة. ومقصودها الحسن والإخلاص، أن تكون لله عز وجل، واضح؟ لو لفيت العالم عشان تعرف حد يشرح لك النية غير الشافعية مش هتلاقي واحد يشرحها لك غير الشافعية. الشافعية هم اللي مسكوا النية فصصوها هذه التفصيص، فخد بالك اذا عايز تتعلم النية دور على شيخ شفع، يحط ايديك على ايه؟ على كل اصولها، لا تجدها في اي كتب فروع الفقه على اي مذهب الا الشافعي. والحمد لله الذي جعلنا شافعي، ونصيحتي لمن لم يتشفع ان يتشفع. هل مدام الاربعه يلزم النية؟ لا التفاصيل، ما انا بقول لك اهو التفاصيل دي كلها مش موجوده الا في مذهب الشافعي، وعشان كده ان شاء الله تجد صلاة الناس كلها ان شاء الله صحيحة على بعض المذاهب، باطلة على مذهب الشافعي. فربنا يستر الأمة كلها.
ما انا بقول لك ربنا يستر الامه كلها فتلاقي الدنيا مستوره. لكن على اي حال الشافعيه حطوا ايديهم على القواعد بتاعت النيه وربطوها ربطه كويسه بحيث لما بتيجي داخل في العباده تبقى عارف ايه اللي انت تنويه وايه اللي تعمله. دي الميزه واخد بالك. بس لكن مش معنى كده تقول انا بس لصلاه صحيحه وكل العالم لا. عيب. اتقي الله اتقي الله وكل المسلمين حلوين وناجين والحمد لله بس يجوا يصلوا. والثاني اي من الثمانية عشر ركنا القيام. يبقى لازم القيام مع القدرة. يبقى ما ينفعش اصلي الفريضة من جلوس وانا استطيع القيام وإلا تبطل صلاتي. اي الانتصاب. تعريف القيام الانتصاب بحيث لا يكون مائلا اصلا او مائلا لكن لم يكن الى اقل الركوع اقرب منه الى القيام. اقل الركوع اللي هو ايه؟ ان ايديك توصل لركبك. اول ما تبتدي توطي بحيث ايديك اول ما توصل لركبك ده اسمه اقل الركوع في معتدل الخلقه. لان في ناس ايديهم طويله وسط الركب ومن غير ما يوطي. احنا بنتكلم في معتدل الخلقه. معتدل الخلقه اللي هو لما يعمل كده يمد ايديه كده بمحاذاه كتفه وتقيس المسافه بين طرف صباعه لطرف صباعه ده واخد بالك يبقى يساوي طوله. يبقى ده اسمه معتدل الخلقه. لو لقيت اطول من طوله يبقى ده دراعته طويله شويه. لو لقيت اقصر من طوله يبقى ده دراعته قصيره شويه. فهمت بقى ازاي تعرف معتدل الخلقه؟ الترزيه عارفين اول ما ياخد المقاس يقول لك ما شاء الله يا بيه انت كلك مظبوط. بيعرفها على طول الترزي اللي شاطر. انما اللي بيلاحظها يعني لما ياخد مقاس الكم يبقى ده معتدل الخلقه. يبقى انت تفضل واقف. حد الانتصاب ايه؟ انك انت ما تبقاش واصل الى ادنى الى اقرب حد لادنى حد الركوع. يعني ما تبقاش حاني نفسك كده وانت تستطيع انك تفرد نفسك بحيث تبقى لو مديت ايدك هتقرب توصل لركبك والا تبقى انا مش قايم. يبقى لازم تبقى فارد نفسك. لكن افرد واحد محني اصلا مقتب خلاص بقى معلش ده عذره. فهمت؟ يبقى هنا بيتكلم الناس اللي هم عندها القدره على القيام. يفرد نفسه كده يفرد نفسه كده. ما يتنيش بقى وسطه. لا يعني يفرد صلبه. ما هو القيام محتاجة ان الصلب يبقى ايه؟ مفرود كده. بس الخشوع محله القلب مش الجوارح. يعني ما يحركش جوارحه ما يحركش عينيه ما يلتفتش. ده يؤثر على الخشوع. يبقى بحيث لا يكون مائلا اصلا او مائلا لكن لم يكن الى اقل الركوع اقرب منه. فهمت ازاي؟ يعني حتى لو مايل بس ما يكونش واصل الى قرب الى اقل الركوع. فهمت الكلام بتاعه؟ اقرب منه الى القيام بان كان الى القيام اقرب منه الى اقل الركوع او اليهما على حد سواء. بخلاف ما لو كان الى اقل الركوع اقرب منه الى القيام ولو صار كراكع لكبر. افرض واحد لكبر سن كده بقى وقفته كأنه راكع التوى كده او نحوه يعني المرض وقف وجوبا كذلك لقربه من الانتصاب. كويس. ولو استند الى شيء كجدار اجزأ مع الكراهة. يعني لقى العمود بتاع الجامع وراه قال يلا بركة يا جامع رح ساند كده وهو واقف يصلي مكروه. فهمت ازاي؟ لكنها صلاته صحيحة. هتيجي صبر جميل هتيجي العصاية في السكة. ولو استند الى شيء كجدار اجزأه مع الكراهة حتى ولو كان بحيث اذا ازيل وقع. برضو تصح خلافا لبعض المذاهب الاخرى كالملكية قال لك لو استند بحيث اذا ازيل وقع بطلت صلاة لانه لم يقع. فهم؟ لكن الشافعي يقول لك حتى لو كان كده برضو اسمه قائم لكنها مع الكراهة. بحيث لو أزيل لسقط لو لوجود اسم القيام بخلاف ما لو كان بحيث يرفع قدميه إن شاء. لكن لو كان واقف بحيث يقدر يرفع رجليه يعني كأنه متشعلق. افرض واحد صلى وهو ماسك العقلة كده صلاته صحيحة ما يجراش حاجة بس بحيث تبقى رجله مستقرة على الأرض. لكن لو اتشعلق بحيث لو شال رجله على الأرض ما يجرالوش حاجة يبقى ده متشعلق مش قايم. تبقى كده صلاته صحيحه ايه بطله. فهم؟ طب لو واحد مثلا في سجن بتاع العراق ولا حاجه خلاص بقى ما يجراش حاجه ده يصلي على حاله. وده هيتوضى ازاي كمان؟ ده فاقد التورين واخد بقى. وهتوجه للقبله ازاي ويستر عورته ازاي؟ ده بيقلعون بلابيس.
احنا اتكلمنا عليها دي، واخد بالك، اتكلمنا عليهم وعايزين نبعت لهم شريط في فقه الصلاه لسجن ابو غريب، علشان المساجين اللي هناك يعرفوا يصلي هناك في سجن ابو غريب، فربنا ينجوه ينجيهم. فيقول لك هنا: ولو استند الى شيء كجدار اجزاه مع الكراهه، ولو كان بحيث لو ازيل لسقط لوجود اسم القيام، بخلاف ما لو كان بحيث يرفع قدميه ان شاء، لانه لا يسمى قائما بل هو معلق نفسه، يبقى كانه متعلق. ولو توقف على معين وجب. طب ولو قيامه اتوقف على معين، واحد يعينه ويوقفه بسبب ضعفه، واخد بالك، يبقى وجب. ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطر. وجب امتى؟ لو كان محتاجه في بداية القيام بس، لكن مش في طول القيام، يبقى وجب اللي هنا يجيب معين. لكن محتاجه في كل قيام يبقى لا يجب، يصلي بقى على طول من قعود. واضح؟ يعني يوظف موظف عنده يقيمه، لو ما كانش عنده أولاد ولا حد يعينه ولا جيرانه ولا حد يعينه، الحمد لله المسلمين فيهم خير، بيساعدوا بعض بلا أجرة في الحاجات اللي زي، لكن لو الأمور انقطعت وهو راجل غني ومبسوط، يعين واحد موظف عنده ويقول له: أنت هتيجي تشتغل عندي بصلاة الفجر، أو تجي لي كل فرد تعيني على الصلاة وتوضيني، وحدي لك في الفرد 5 جنيه. يقول له: يا سلام، حلو قوي. يجي يبقى موظف عنده، طالما ده يعني فائض عن حاجاتي وهو راجل غني، لكن معهوش مال، خلاص يصلي من قعود، يصلي من قعود. هذا كله في الفريضة، لكن النافلة ممكن يصلي من قعود، مش مشكلة، احنا بنتكلم على الفريضة. ايوه. لو واحد عنده انضراب غضروفي يصلي الافضلية هنا، يصلي من قعود ولا يصلي واقف؟ يسأل الدكتور. يسأل الدكتور، لو قال له ان القيام لا يضره يصلي من قيام. برضه لو من قيام مع استند على العمود احسن من جلوس، لانه اسمه قائم طبعا. يبقى وجب ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة، يعني في زكاة الفطرة بتجب امتى؟ لما يكون معاه ما يزيد على نفقة بيته. يبقى كذلك لو عنده أجرة فاضلة عن نفقة بيته وهو محتاج حد يقومه يبقى يدفع له. لكن لا يجب إلا إن احتاج إليه في ابتداء القيام لا في دوامه، كذا قيل. والمعتمد الفرق بين العكازة والآدمي، فإن احتاج إلى العكازة العصاية في الابتداء والدوام وجبت، وجب تحصيل عصاية. يعني لو احتاج عكاز عشان يقف في الأول ويستمر عليه وجب تحصيل عصاية، لازم يشتريه عشان تعينه على الصلاة كاملة. لكن لو احتاج أدمي عشان يعينه على الصلاة ويفضل سنده طول الصلاة، يبقى لا يجب تحصيل هذا الأدم ولو بأجرة. لكن لو محتاج أدمي عشان يعينه في الأول بس، في أول الحركة، وبعدين هو بيقدر يقف لوحده بعد كده، يبقى يجب تحصيل هذا الأدمي ولو بالأجر. فهمت بقى الفرق؟ وإن احتاج إلى الأدمي في الابتداء وجب، وإن احتاج إليه في الدوام فلا يجب. فهمت إزاي؟ ومحل كون القيام ركنا في الفرض ولو منذورا أو على صورة الفرض، فشمل المعادة وصلاة الصبي بخلاف النفل، فيجوز فيه القعود. النفل بقى يجوز فيه القعود والاضطجاع دون الاستلقاء على ظهر، سواء الرواتب وغيرها، وما تسن فيه الجماعة وما لا تسن فيه، حتى من النوافل التي تسن فيها الجماعة كالتراويح، أو لا تسن فيها الجماعة كصلاة الوتر وصلاة الضحى والسنن القبلية والبعدية، له أن يصليها من قعود حتى مع القدرة. لكن القاعد له نصف أجر القائم، والمضطجع له نصف أجر القاعد، لخبر: من صلى قاعدا فلو نصف أجر القائم، ومن صلى نائما أي مضطجعا فلو نصف أجر القاعد. لكن محل التنصيف ده عند القدرة، لكن هو أصلا عاجز يبقى صلاته كاملة، وإلا لم ينقص من أجرهما شيء، ويلزمه أن يقعد للركوع والسجود. يعني لو صلى على جنبه مع القدرة على إيه؟ على القيام أو القعود، يلزمه عند الركوع والسجود أنه يقعد. فهمت إزاي؟ ما هو بيتكلم هنا على اللي بيصلي على جنبه. والله كل ما يقدر يقربها للكمال أحسن. احنا بنتكلم على واحد هنا
ايه بيصلي مستلق على جنبه. يعني انت راجع من بيتك بالليل قوي تعبان وشغال طول النهار ومش قادر تصلي الوتر، وعارف انك هتنام تحط دماغك هنا، هتصحى لما الشمس تلسع دماغك يعني هيجي عليك الوتر، مش كده بتحصل للناس كتير؟ ولو ما صليتوش من قيام مش هتصلي اصلا وانت جاي متوضي، فخلاص نام كده اهو مضطجع وصلي ركعه وتر مضطجع كده، ولما تيجي عايز تركع وتسجد تروح قاعد وتروح راكع كده بوسطك وساجد وتقرا التشهد وتسلم وتنام مكانك، مش احسن ما يضيع عليك الوتر؟ مش كده برضه سهل؟ يبقى حلوه يعني. لا يقعد، بس يقعد كده متوجه للقبله ساعتها بتحصل يعني. ما احنا قايلين المضطجع يبقى على جنبه الايمن ان استطاع افضل، فان لم يستطع يبقى على الايسر، ويبقى كده كانه جنازه ويبقى باصص للقبله كده. جاء وقت الركوع يروح قاعد وراكع وساجد وقاري التشهد ويسلم ويرجع تاني ينام بقى ويريح بس. الوتر مش واجب ولا سنه؟ لا سنه عندنا، سنه راتبه، واجب عند الاحناف. هنخلص المبحث ده بقى، ظاهر مش هنخلص كل القدر علشان بتسأله كتير، فخد بالك. فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم تصح صلاة. استلقى يعني نام على قفاه كده، وهو يقدر ينام على جنب، لا تصح صلاة. فهمت ازاي؟ فإن قيل لما قدم النية على القيام مع أنه لا ينوي إلا بعد القيام، أجيب بأن النية ركن مطلقا، وهو ليس ركنا إلا في الفرض كما علمت. القيام ده ركن بس في الفرض، لكن النية ركن في الفرض وفي النفل، فقدم النية على القيام مع أن النية لا تكون إلا من قيام. فهمت؟ وبأن القيام لا يكون ركنا إلا بعد النية، وقبلها يكون شرطا للاعتداد بالنية، ومقتضى ذلك أن الأولى تقديم تكبيرة الإحرام على القيام لأنها ركن مطلقا وهو ليس ركنا إلا في الفرض، وأيضا القيام لا يكون ركنا إلا بعد تكبيرة الإحرام، وقبلها يكون شرطا وهو أفضل الأركان. أفضل أركان الصلاة القيام ثم السجود ثم الركوع، وظاهر كلامهم تساوي بقية الأركان مع القدرة عليه، أي على القيام. فإن عجز عن القيام نقف عليها، دي نكملها إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله، يوم الثلاثاء أجازة علشان مولد سيدنا الحسين إن شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وعداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون. جزاكم